السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الله يبارك فيك. بغيت نسوي واحد السؤال. الله يرحمه يزين. مرحبا خويا. دابا إلى قديم الناس صلوا الجمعة. إيه. دابا يلا جيتي لقيتهم داروا التحية للأخرى. إيه. واش تصلي صلاة الجمعة ولا تصلي مع صلاة الظهر؟ واخا خويا بإذن الله. أما جوابا عن سؤالك، اللي مشى للصلاة ديال الجمعة وقع لي واحد العذر وتأخر ولقى الإمام غادي يسلم فلم يدرك صلاة الجمعة، خصو يصلي دابا الآن. واش غيصلي الجمعة ركعتين ولا غيصليها ظهرا أربع ركعات؟ هناك بعض فقهاء المالكية قال لك تصلى ظهرا أربع ركعات، لكن هناك فقهاء آخرين كيقول لك لا، الصلاة ليس فيها اجتهاد، لأن العبادات دائرة مغلقة لا يدخل فيها الاجتهاد. الاجتهاد بالقياس ومصالح إنما ينصرف إلى دائرة المعاملات، أما العبادات هي حق الله كتبقى على حالها. ومن ثم قالوا اللي درك لم يدرك صلاة الجمعة وبغى يصلي بوحده منفردا غادي يصلي فقط ركعتين جهريتين كما هي الجمعة، وخا ما كاينش الخطبة والجماعة، ولكن الصلاة تبقى على حالها. إذا عندنا رأيين كلاهما صواب وكلاهما مبني على حجج شرعية صحيحة. أيهما فعلت أخي إدريس، سواء صليت أربع ركعات ظهرا أو صليت ركعتين جهرا، فكلاهما صحيح بإذن الله، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. واخا إدريس، واخا بزاف، الله يرحم الوالدين، الله يزيدك الايمان ونور وبركه سي إدريس، الله يقوي ايمانك ويقوي خيرك وفضلك ويحفظ لك الله الوليدات. اخونا سي إدريس، اولا هنيئا بانك دفعت بابنتك لمتابعه القران العظيم وحفظ القران العظيم. عاده الناس في مجتمعاتنا اللي عنده شي وليد كيبغي يقريه علوم العصر، كيبغي يقريه اللغات الحيه الفرنسيه والانجليزيه، بل هناك من بدا كيقري وليداتو اللغات المستقبليه، هي اللغه الصينيه واللغه اليابانيه، كاين لنا استثمار اقتصاد، وكاين اللي كيقري وليداتو الطب او يقريهم الهندسه او يقريهم الطيران، شي ماده اللي تصبح عنده واحد الحظوه في المجتمع، واللي ملي غادي يزاولها غادي يكون الراتب الشهري ديالو مغري. ولكن شكون الناس اللي كيقريو وليداتهم القران والحديث؟ قديما قالوا من طلب الحديث فليبشر اهله بالافلاس، لانه حينما يقرا الحديث كيبقى سنوات طويله، علوم الحديث وعلوم القران وعلوم الشريعه طويله، مجلدات ضخمه، وحفظ القران يستدعي سنوات طويله، وما كيدخل والو، وملي كيسالي كيقولوا مسكين داكشي اللي عنده راه غير فقيه، والراتب ديالو كيكون ضعيف. فحينما ينتصب بعض الناس في زماننا هذا زمن الغربه، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، ويدفع بأبنائه لدراسة العلوم الدينية، هذا راه عنده بركة الله تعالى وعنده كرامات الله تعالى. الصالحون أيام زمان كيقول لك الاستثمار، لابد أن أستثمر في أولادي. هناك من يستثمر في ولده كيعلمه الفلاحة باش ملي يكبر يعود فلاح كبير، وكل اللي كيعلمه البروتوكول وكيعلموا كيقول لك بغيت يكون ديمقراطي كيعلموا السياسه وكيعلموا كيفاش يدخل في الحزب ويدخل في كذا، وكل كيعلموا الصنعه كلش كيعلموا، هذا استثمار، استثمار ديبلومات مثلا بغى يكون استثمار، ولكن هذا استثمار كيبقى دنيوي. اما الاستثمار الاخروي فهو في علوم الدين وفي حفظ القران العظيم. الأسر المغربية والعربية والمسلمة عموما منذ زمان كان دائما كيقري وليداتهم وكيعلموهم الصنعات وكيعلموهم الأمور ديال الدنيا، وكياخذوا واحد اللي كيكون نجيب في عقله وخفيف الظل
كيقول لي هذا سوف أسخره وأهديه إلى الله يتعلم القرآن والسنة. علاش؟ كيقول لك هذا سوف يدفعهم في الدار الآخرة. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وجعله شفيعا لعشر من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار. يعني هذا استثمار عظيم في الدار الآخرة. ذاك الوليد اللي حفظ القرآن في الدار الآخرة قد يعطي الله مقام الشفاعة، يشفع لأهل بيته. فأخي سيدريس، أحسنت لما بعثت بابنتك إلى إقليم الراشدية في مدرسة عتيقة لحفظ القرآن، فهذا عمل مبارك تحمد وتشكر عليه. ونطلب الله تعالى أن يرزقها فهم سيدنا سليمان وحكمة سيدنا لقمان، وإن شاء الله ترى فيها الخير والبركة. سبحان الله العظيم، كيلك يقول لك من طلب الحديث فليبشر أهله بالإفلاس، هذا مقولة عند الناس متداولة، يقع العكس صحيح. مرة حضرت واحد الفتاة شابة غتزوج ومعها فتاة أخرى غتزوج، يوم الجمعة حضرت مع ديك العائلة طيبة المباركة، بنتهم طبيبة قرات لها ميدسين، ملي بغى يتزوج بها العريس ديالها واحد الشاب كيقرا معها هو طبيب حديثي التخرج، أعطاها صدق، أعطاها 10,000 درهم صدق. طبيبة فتاة يعني قارية ومؤدبة وواحد المستوى رفيع ما يكونوا بنياتكم، أعطاها الخطيب ديالتها هو طبيب سابقة بواحد 3 سنين، أعطاها صدق 10,000 درهم، راه طبيبة. والناس فرحوا وزغرتوا. والغد ليه حضرت مع واحد صديق ليه هو غادي يزوج بنته، ما قارياش، ولكنها تحمل كلام الله، حافظ القرآن العظيم، حافظ عن ظهر قلب. غيزوج بها واحد الراجل تاجر من درب عمر، واحد الراجل تاجر من ناس الأمازيغ ربما من تفروت، وبلي غادي يعطيها صداق، أعطاها 15 مليون صداق. 15 مليون صداق، كنقول مع راسي شوف دابا غير الدنيا وشوف شوف شوف كي دايره، فما ظنك بالآخرة. هو كان كيظن بأن بنته حافظ القرآن، يعني شي واحد غادي يقول لها هاكي واحد 1,000 درهم ولا 2,000 درهم وكساعة كسكسو وغدوز الأمور. ولكن بحفظها القرآن صبحت ديك البنية مرزاقة، وربي عز وجل بعث لها رجل من الأترياء من التجار. إلا شتي كيف وقف، كيبان لك إنسان عادي بسيط ولكنه ذو مال وفير. وباللي أعطاها 15 مليون صدق، كنقول سبحان الله العظيم. حضرت مع العائلتين، هذا أصدقاء ديالي وخلتهم من الأصدقاء ديالي، وقلت مع نفسي وقيل بنتي بلا ما نعلمها الميدسين نحفظ القرآن الكريم، إلا كان المآل هكذا راه خير وبركة في الدين والدنيا والآخرة. أخي سيدي دريس، الله ينورك بنور الله ويحفظك ويبارك فيك. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.